سنراهم يصعدون قوات المناورة يبدأون في التركيز عليها. عبور لنهر دنيبرو هنا ما يجري في خيرسون هو النقطة الحقيقية. سأحاول أن أهاجم نقاط ضعفك ولكن المشكلة. تفضل إلى الشاشة الآن لنلقي نظرة على هذه ما الذي يحاول الأوكرانيين فعلا من تحقيقه. وأن تحدثتني قبل أن نبدأ بهذه الحلقة بأن الشطرنج هي أفضل فرصة لتوضيح ما الذي يجري. إذن يعني إن أخذنا الشطرنج كمثال عن هذه المعركة، ما الذي يحاول الأوكرانيين تحقيقه هنا؟ بداية دعنا ننظر إلى الخريطة الكبرى التي عرضتها سابقا. تمام. لنلقي نظرة إذن على هذه الخارطة التي تراها، ولنأخذ إذن الخارطة الكبيرة بهذا الشكل. هل هذا مناسبا لك الآن؟ نعم مناسب تماما. أعتقد بأنه مهم بداية لمشاهديك لأن يفهموا ما الذي يحدث حاليا بأنه أبطأ مما حدث في سبتمبر من العام الماضي. فإذا العام الماضي أمكن لليوكرانيين بأن يستعيدوا أراض كثيرة هنا وهناك، ولكن مقدار الأراضي الذي استعيد منذ ذاك الحين هو مقدار ضئيل جدا بالمقارنة. فإذا هناك مدعاة أعتقد لمشاهدك لأن يفهموا لماذا يتقدم الأمر ببطء شديد. في سبتمبر الماضي نتذكر كل شيء كان لازال سائلا ومائعا، ولم يتسنى لأي من الطرفين أن يعد لأي نوع من العمليات الدفاعية، ولكن خلال الشتاء أمكن للروس أن يضعوا خطوطا دفاعية مستفيضة. فإذا فلننظر إلى رقعة الشطرنج. إذن نلقي نظر الآن على الشطرنج كمثال لما يجري الآن. تفضل. أعتقد بأنه من المهم أن نفهم بأنه إذا كانت هذه القوات الروسية وتلك هي القوات الأوكرانية، والروس يرغبون في أن يدافعوا عن ما خلفهم، ويوكرانيون يرغبون في أن يصلوا إلى متروبول وبرجياسك وإلى الحدود، فإن هذه القوة الأوكرانية باللون الفاتح ينبغي أن تهاجم عبر هذه، أن تخترق هذه القوة. ما حدث خلال الأشهر الخمس الماضية هو مقدار كبير من الخطوط الدفاعية الروسية التي نصبوها. دعوني أعطيك مثالا. ما بين أوكرانيا، القوة الأوكرانية والقوة الروسية وضعوا فخاخ للدبابات، وضعوا أسلاكا شائكة، وضعوا حقولا بالألغام، وضعوا أسنان التنين كما تدعى هنا، بحيث عندما ترغب القوة الأوكرانية في الهجوم فهي ينبغي أن تهاجم وتخترق كل هذه الخطوط الدفاعية، ولذلك نحن لا نرى الكثير من التقدم يجري. هذه هي النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فهي أنه لازال من المبكر على الهجوم المضاد أن يحرز نتائجه. الأوكرانيين يحاولون العثور على أضعف حلقة في هذه الخطوط الأمامية. هل هي هنا؟ هل الحلقة الأضعف هنا؟ أم لعلها هنا؟ فإذا ما ينبغي عليهم القيام به هو إرسال وحدات الاستطلاع. وحدات الاستطلاع، هذه الوحدات يرسلونها هنا إلى الأعلى لتحاول أن تحدد أين تقع مواطن الضعف. لم يجدوها بعد. والحرب التي نراها والمعركة الجارية الآن، الخطوط لو سمحت، هناك الكثير من هذه الوحدات، وحدات الخطوط الأمامية التي تصارع ضد هؤلاء، ولازالوا يحاولون العثور على مواطن الضعف، على الحلقات الأضعف. بينما يجري ذلك فإن الروس يطلقون الكثير من المدفعية على هذه المواقع، وقطعا القوات الأوكرانية أيضا تطلق كما مهولا من المدفعية على هذه المواقع. فإذا أعتقد ما سيحدث هو أنه بمجرد أن تدرك مواقع الضعف من ثم سنراهم يصعدون قوات المناورة يبدأون في التركيز عليها، وكذلك يأملون في سحب الروس بعيدا. فإذا هذا قد يبدو ملبسا للحيرة، ولكن من المهم أن نفهم بأن هذا يستغرق وقتا أطول كثيرا مما توقع الأوكرانيين. الخريطة الكبرى مجددا لو سمحت.
نلقي نظرة إذن على الخارطة الكبيرة الخاصة بنا. تفضل. So, is the weak spot going to be here? إذا كانت نقطة الضعف ستكون هنا أو لعلها ستكون هنا أم هي هنا حول خرسون وزابوروجيا؟ لم يعثر على نقطة الضعف بعد، ولكن ما يعثرون عليه الآن هو هذه الخطوط الدفاعية المجهزة تجهيزا عاليا التي نصبها الروس. أنا لا أعتقد بأننا حاليا، رغم ما تذكره الأخبار، لا أعتقد بأن الأوكرانيين قد أحرزوا النجاح. الأمر يستغرق وقتا أطول وأصعب وأكثر دموية مما توقع العالم. توقعوا بأن الهجوم المضاد سيكون قد انتهى في وقتنا هذا، وأنهم سيصلوا إلى ماريوبول أو إلى بيرديانسك أو عبر هذه الخطوط، ولكن لأن الروس قد نصبوا رقعة الشطرنج على نحو محكم، لذلك الأمر أكثر دموية ويستنزف وقتا أطول. وأعتقد بأن العالم يحتاج لأن يتريث أكثر إلى كم سيستطيل هذا النزاع. هل نستطيع من معرفة الخطوط الرئيسية التي تعمل عليها أوكرانيا؟ لأننا في مشكلة في حقيقة الأمر. التقدم يأتي في باخموت على سبيل المثال، بعض التقدم البطيء في أفديفكا، التقدم الذي ذكرته هنا كذلك في زاباروجيا، أيضا عبور لنهر دنيبرو، هنا كانت هنالك أحداث كبيرة من القوات الأوكرانية تجاهها طبعا شبه جزيرة القرم. أي من النقاط التي تبدو لك وقد تبدو لك يعني من الوهلة الأولى بأننا قد نكون أمام هذا الخط الرئيسي؟ البعض يعتقد أن ما يجري في خيرسون هو النقطة الحقيقية التي تبدو أوكرانيا فيها جادة مقارنة بما يجري في زاباروجيا أو في نقاط أخرى. هل تتفق مع هذه الفكرة؟ It's a very good question. هذا سؤال وجيه للغاية، ولكن فلنتذكر الروس على دراية بما أين سيتجه اليوكرانيون. يعلمون ما هي الأهداف الاستراتيجية، يعلمون بأن اليوكرانيون يرغبون في قسم وكسر هذا الجسر الجوي البري، وأنهم يرغبون في أخذ هذه المدينة هنا أو أن يصلوا إلى هنا على الحدود الروسية. فلأن الروس على دراية ما الذي يرغب اليوكرانيون أن يصلوا إليه، لذلك جهزوا هذه الخطوط الدفاعية المتينة عبر الشهور الطويلة. فإذا الأمر، إذا كنت أنا وأنت في صراع مثلا، أنت ستتوجه إلى نقاط ضعفي وأنا سأحاول أن أهاجم نقاط ضعفك، ولكن المشكلة بأن الأهداف الأهم هي نقاط القوة.